على ملعب الأنفيلد جرى عرس كروي بمناسبة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ذئاب روما في ضيافة الريدز، والزيارة محفوفة بالمخاطر. رغم كل ما قيل كانت المبادرة للفريق الإيطالي عن طريق ستروتمان، ولا يمكن أن يتكفل بالرد سوى الفرعون المصري، وأجابه كولاروف بكرة كادت تفتتح مجال التسجيل. الدقيقة 29 ساديو ماني يضيع انفرادا حقيقيا ويفوت فرصة التقدم. ذات اللعب خاطب السماء بكرته وأدخل الشك إلى قلوب المشجعين. صلاح تذكر عبارة لن ترحل وحدك يا ريدز، فبدأ يقيس أبعاد المرمى. وفي الدقيقة 36 كانت نتيجة حساباته الزاوية 90، اتخذتها كرة ملتفة رائعة مستقرا لها. ابن بلد الأهرامات يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت البديل للشوط الأول بعد انفراد تام بالحارس أليسون، ووضع الكرة بطريقة أقل ما يقال عنها أنها رائعة، ليصبح أكثر لاعب عربي وإفريقي يسجل الأهداف في دوري الأبطال برصيد 13 هدفا. ومن مسجل الأهداف إلى صانعها، مرر محمد صلاح عرضية دونها السنغالي هدفا ثالثا في الدقيقة 56. شهية لاعبي ليفربول لم تنتهي بعد، البرازيلي فيرمينيو استغل تمريرة حاسمة لا يصنعها إلا محمد صلاح، وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 61. 8 دقائق بعد ذلك يعود راقص الصامبا من جديد ليعلنها خماسية برأسية راحت مدرب ليفربول كلوب، ما جعله يسحب محمد صلاح. خروج ملهم لاعبي الريدز جعل لاعبي روما يأخذون المبادرة، فتمكن البوسني إيدين جيكو من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 81، وبعدها ب4 دقائق روما يتحصل على ضربة جزاء حولها ديغو بيروتي هدفا ثانيا، نتيجة أفسدت على مشجعي ليفربول فرحة البداية خوفا من تكرار سيناريو إقصاء برشلونة في دور ما قبل النصف. وذات التفكير سيسيطر على أفكار مشجعي الذئاب آملين في صنع معجزة الريمونتادا من على ملعب الأولمبيكو في لقاء الإياب.